زميلنا العزيز شريف شعبان مراسل قناة الأهلي عشان نطمن من خلاله عن مران الفريق النهاردة واللي ابتدى بالتحديد في تمام الساعة 10 مساء. يا شريف مساء الخير عليك. شكرا لك يا زميل امير، تحياتي ليك وتحياتي لكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. أخبارك يا شريف؟ تمام، وزي ما سمعك بتقول محمد شريف فعلا انت من العمره بكره، ومحمد شريف يمكن الاسبوع اللي فات والاسبوع اللي قبله كان ماشي كويس في التمرين جدا وكان لافت النظر، وطبعا عمره مقبوله باذن الله. واحمد الشيخ برضه ايضا لعيب كبير في التمرين، حاجه محترمه جدا يعني فطبعا هو النهارده ما فيش تمرين، ما زال لسه في مرحله التاهل في الجيم. كويس. طيب الكواليس بقى بالنسبه لمران ايه يا شريف، وخصوصا ان احنا مش عارفين المباريات امتى، وانت عارف طبعا كل اللي بيحصل ومتابع اكيد عن قرب كل ما يدور في الساحه الرياضيه المصريه وجدول بطوله الدوري والعك اللي احنا بنشوفه من الاخر كده يا شريف في بطوله الدوري. النادي الاهلي البرنامج الخاص بيه بالتدريبات بالتحديد شكله عامل ازاي؟ لان احنا عارفين البرامج اللي بتسبق كل المباريات. دلوقتي النادي الاهلي مش عارف هو هيلعب امتى، فقول لنا البرنامج بالنسبه للتدريبات ماشي ازاي بالنسبه للفريق. بص يا امير، خليني اقول لك الاول ان من اول ما تخش باب النادي او انت في الشارع بتتسال في اي مكان الاهلي هيلعب امتى؟ لازم تسال الاهلي هيلعب امتى؟ الاهلي هيلعب امتى؟ طب الاهلي دي بتتمرن، طب هتلعب امتى؟ اسئله كتير والله، يعني كل ما بمشي خطوه في النادي بتتسال امتى؟ طب ما حدش عارف حاجه للاسف. في اتحاد الكوره كالعاده، اتحاد الكوره مصر كالعاده في دوامه بقى لنا سنين فيها، الدوري يقعد سنه ودوري يقعد 8 شهور و7 شهور، وبالمناسبه في مختلف درجاته، مش في الممتاز به، في كل حاجه. طبعا في الممتاز به برضه تلعب اسبوع وتريح لك اسبوعين، وتلعب اسبوع وتريح لك اسبوعين. يعني الكوارث فوق وتحت مش فوق بس، يعني بالمناسبه يعني كويس. المهم التمرين بدا الساعه 10 الا ربع، ويمكن جميع اللاعبين يمكن في محاضره مع مستر لاسيرتي استمرت حوالي 3 4 دقائق. الراجل يعني بيبعدهم خالص، هو مدير الكره الكفء طبعا الكابتن طلعت الحفيظ، فيجو الكره المصريه تاريخ كبير طبعا، تاريخ طبعا البطولات مع النادي الاهلي، ولاعيب كبير جدا الواحد كان بيحب يتفرج عليه، وفاكر له جول شهير، فاكر جون الترجي عمانو الجوزيه طبعا، ده جون ببطوله. بقول لك ايه يا شريف، ده جون ببطوله. ده صعد النادي الاهلي النهائي. طب هو الاهلي لما صعد النهائي كابتن سيد عبد الحفيظ عمل ايه؟ جاب جون في مباراه الذهاب. تمام، يعني الراجل ساهم بشكل كبير في تحقيق بطولات كتير جدا جدا للنادي الاهلي. يعني كمل يا شريف. فيجو الكره المصريه طبعا، ويعني كان انا افتكر حاجه معلق كبير كابتن بيم الشربيني، كان انا فاكر يعني ذكرياتي، يقول لك يا مانويل جوزيه لو تحط السيد في الحته اللي قدامني، كان بيلعب بكره، تحطه في الحته اللي قدامني هيكسر لك الدنيا، هيجيب لك جوان. طبعا اسم كبير ولاعب كبير. المهم تمام، اتفضل. محاضره حوالي 3 4 دقائق، ما لهمش علاقه طبعا بكل اللي بيدور، يركزوا في التمرين، يركزوا في ما هو قادم اللي ما حدش لسه يعرفه. يعني امتى اللعبه كلها بامانه تتمرن بجديه كبيره جدا جدا كويس. جدا اطالات، احماءات بالكره، الراجل لاسارتي مع مدرب احماله، مع باقي الجهاز، مجموعات بتبقى في شغل في الملعب، خططي شغل في مجموعات في الجيم، مجموعات بتتاهل، مدرب الحراس على الجانب الاخر، التمرينات مع الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير واحمد طارق، يمكن زي ما قلت لك شريف في العمره، احمد الشيخ لسه في الجيم بيتاهل، معاه عشاي النهارده جري حوالين الملعب ودخل الجيم، شريف اكرامي النهارده اكتفى بتدريبات الجيم، يمكن حسين الشحاب برده ايضا تدريبات الجيم وجري حول الملعب، يمكن الراجل مقسم الفرقه لثلاث اربع مجاميع. دلوقتي شايف قدام عيني مجموعه خططيه ومجموعه تمرينات لياقه ومجموعه في الجيم ومجموعه في الثلج، يمكن الراجل يعني هو اضرب شغله، الراجل شكله فاهم بيعمل ايه، تحس اللي هي فتره اعداد مصغره. كويس. بيحاول يخلي الجميع على مستوى واحد، بيحاول يخلي اللياقه البدنيه للجميع على مستوى واحد، اللي عنده حاجه بيكملها له، عنده حاجه ناقصه بتكمل. كويس. في الجيم، في تدريبات اللياقه، في المستوى الخططي، فلا لاسارتي مش سايب حاجه للظروف، هو وجهازه كابتن محمد يوسف والكابتن سامي قمصان، جهاز ولا اروع، ناس متعاونه تشتغل بما يرضي الله، زي ما بيقولوا مدير الكره كابتن سيد عبد الحفيظ، ما بين الجيم ما بين الملعب، تبعت كل كبيره وصغيره، الكل عاوز ينجح، الكل عاوز يبقى موسم يعني خير على فريق الكره بحصوله على بطوله الدوري طبعا وبطوله الكاس. التمرين مستمر زي ما قلت لك من الساعه 10 الى ربع، ممكن داخلين خلاص على حوالي بقى لنا ساعه الا 5 دقائق كده ولا حاجه. التمرين زال مستمر في ارض الملعب زي ما قلت لك، مجموعه امامي شغاله باطلاق. شريف، هل من الوارد ان يكون في بعض ايام الراحه بالنسبه لفريق النادي الاهلي؟ ده على حسب طبعا الجدول اللي هيتم اصداره لو صدر يعني من اتحاد الكوره، هل في نيه عند الجهاز الفني ان يكون مثلا في بكره او بعده يوم راحه بالنسبه للاعبين؟
اتحاد النادي الاهلي مش هيتعامل مع الراحات او مع الاجازات الطويله غير لما يجي له جواب رسمي بيقول هيلعب في الميعاد الميعاد يوم كذا. تمام. هيستنى يشوف مجلس ادارته وبعد كده يبدا بقى على هذا الضوء يشوف يدي اجازه يوم اثنين ثلاثه اسبوع 10 ايام اجازه نهايه الموسم حسب مش هيتعامل غير بعد ارسال اتحاد الكره المصري خطاب بيقول ان الاهلي هيلعب يوم كذا ويوم كذا. لان احنا عرفنا من الكواليس او من الجدار في اتحاد الكره او من التسريبات عشان اكون ادق نفس الكلمه يلا الاهلي هيلعب مبارياته بعد أم افريقيا، الاهلي هيلعب الكاس في شهر 9، كلها كلام، كلها تسريبات. ليها مصدر؟ طبعا ليها مصدر، مصدرها اتحاد الكره المصري، ما حدش بيقول حاجه غير من جوه الاتحاد. لكن رسميا الى الان ما حدش يعرف حاجه، لسه الى الان ما الاهلي ما جالوش جدول بيقول هيلعب امتى، اتحاد الكره المصري اول امبارح الاستاذ احمد مجاد او المهندس احمد مجاد قال في مؤتمر صحفي بكره هيكون اتحاد الكره بيعلن جدول المسابقه، الكلام ده كان امبارح ما فيش حاجه لحد الان. امبارح مفيش، النهارده الى الان داخلين الساعه 10 الا ثلث بالليل مفيش حاجه. لا خلاص النهارده كده كل سنه وانت طيب مفيش حاجه. فممكن بقى النهارده الفجر تلاقي مثلا الجدول نازل، وارد. ممكن الصبح، وارد، كل شيء وارد. هنشوف جدول المسابقه عشان نشوف النادي الاهلي هيتعامل ازاي مع مواعيد اتحاد الكره الجديده بعد اما ياخد الضوء الاخضر من مجلس الاداره. يمكن دي ابرز الكواليس. منتصرين زميل امير، الكل في انتظار قرارات اتحاد الكره المصري اللي عنده تخبط شديد في جميع درجاته، اذا كان الدوري الممتاز او الممتاز ب او حتى دوري الدرجه الثالثه. يعني فرقتين افتكر لك حاجه كده صغيره، فرقتين، فرقه صعدت في الدرجه الثالثه للممتاز ب وفرقه ما صعدتش، لا وجدل ويمين شمال. راح اتحاد الكره عايز ماتش ثاني ملوش اي يعني. اتحاد الكره بيعمل حاجات السنه دي ما شاء الله على مستوى الثلاث درجات في مسابقاته. طيب منتصرين اتحاد الكره. ماشي، بشكرك يا شريف، شكرا جزيلا طبعا زميلنا العزيز شريف شعبان رئيس القناة النادي الاهلي.